تحية حب واحترام ووئام وسلام لكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي سيفي. دائما متفقين وياكم بالسيفي أن يكون معانا نجم يمتلك سيرة ذاتية ممتازة أو جيدة جدا على أقل تقدير. واليوم ضيفنا طبعا واحد من نجوم المنتخبات الوطنية ومن نجوم دورينا، وبالتالي يعني نحت اسمه على يعني بإبداع عالي على اعتبار أنه مثل كل المنتخبات الوطنية الخاصة بالفئات العمرية، بدءا من منتخب البراعم إلى منتخب الأشبال ثم الناشئين ثم الشباب وأخيرا الأولمبي، وكان على مفارقة في المنتخب الأولمبي، وربما كان نجم التصفيات اللي أهلتنا أن نكون في بطولة آسيا الأولمبية في الصين. هو مثل أندية أمانة بغداد وفريق الميناء وخرج بحادثة، لكن سرعان ما شاهدناه نجم يتألق مع فريق العاصمة أو نوارس العاصمة بغداد فريق الزوراء. هو طبعا أي مدرب يجي يشارك لاعب أساسي، ليش؟ لأن هو جدي داخل الملعب وعصبي جدا داخل الملعب ولا يبتسم إطلاقا داخل الملعب، وكررتها 3 مرات أنه هو عصبي وجدي وقوي داخل الملعب وما يضحك إطلاقا، لكن برا الملعب إنسان شفاف وطيب وحباب وودود جدا، على اعتبار أنه اليوم إحنا لما خبرناه قلنا له أنت تكون ضيفنا. تعرفون هو كان عنده ضغط مباريات ولعب المباراة الأخيرة للزوراء في افتتاح ملعب ميسان الأولمبي، فراد يرتاح لما قلنا له لا نزعل عليه، قال لا عمي جاي يعني. إذن هو صفاء هادي، شلونك صفاء؟ الحمد لله حبيبي، شلونك أمين؟ اليوم أنت ضيفنا. أولاً إن شاء الله مسي عليك وعلى جميع المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. أحسك مرتبك ها؟ لا ماكو. ما مرتبك؟ لا. زين، الأداء بالبرنامج يختلف عن الأداء بالملعب مو؟ هي أكيد. يمكن هسه لو بالملعب تختلف. مسيطر أنت. كل واحد شغلته. كل واحد شغلته. ممكن أقدر أضغطك بالبرنامج أنا اليوم ها؟ كنت بعد. ممكن. ممكن. ولكن لو 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 كان الموضوع بالساحة ممكن سامحني شوية، تخلينا أفوت من يمك ممكن. لو ما تعرفني بالساحة؟ لا ما أعرف. ما تعرفني؟ ما أعرف. يعني ممكن أنا ما أعرفك بالبرنامج؟ لو نتفق. لا نتفق. نتفق إنه إذا لعبت ضدك ممكن. لا بالمباراة غير. يعني ممكن بمجالك يعني. ممكن بمجالي أسمح لك. تسمح لي بس كرة القدم لا. ها ممكن نطلع للجمهور بشيء طيب. ان شاء الله. زين، انت ما تسمح لي بالمباراة حتى انت تظهر بشكل جيد مو؟ اكيد المباراة لازم انت تكون تنطي 100%. 100%. زين تكون جدا بداخل الملعب. زين اليوم ما انطي 100% بالبرنامج، انطي 50%؟ عادي؟ عادي ماكو مشكلة. زين، احنا طبعا تعرف برنامجنا صفاء هو سيفي اسمه. نناقش سيفي طبعا البرد داخل الاستوديو ما اريد اسولف على المشاهدين عنه. احسك بردان وانا بردت، اتمنى يطفون الاستوديو. الموضوع شنو؟ احنا نناقش حياتك صور من حياتك الجمهور ما يعرفها. اليوم انت ريدك تكون بمنتهى الشفافية وتسولف لنا عن كل هاي الصور راح تطلع قدامنا. انا ما اريد ادخل وياك تفاصيل صور لما كنت صغير وصور امانة بغداد وصور الميناء، خلي ابدو وياك من المنتخب الاولمبي. ماشي. شوف الصورة الاولى. الصورة الاولى تقول المنتخب الاولمبي ممتاز جدا. ها منتخب الاولمبي اكيد ممتازين. ها هذا المنتخب التصفيات الاخيره اللي تاهلنا بالسعوديه، يمكن افضل منتخب مثل صفا هادي مو؟ اي ممكن. ممكن. اي ممكن. كل لو كل المنتخب ليش افضل منتخب؟ لا جميع المنتخبات كانت جيد الحمد لله، يعني من منتخب برام لحد المنتخب الاولمبي. زين، لكن تعرف المنتخب الاولمبي الانظار تختلف عليه. اها. اي فمن تكون جيد تكون الانظار كلها عليك. زين تكون جيد؟ مو يعني المحللين والناس يقولون جيد. زين خليني اقول لك شيء. انت لو ما كنت جيد مو انديه دوري جميل مهتمه باللاعب صفا هادي. تعرف هذه المعلومه؟ البارحه يعني اكو يعني مجرد كلام ماكو شيء فشيء رسمي. ها يعني مو انديه دوري جميل مهتمه باللاعب صفا هادي؟ وصلك هذا التصريح؟ اي بالصحف عندهم بالسعوديه. زين. اي بس لحد الان يعني ماكو شيء رسمي، يعني مجرد كلام. مجرد كلام، ماكو واحد اتصل بيك؟
اتصلوا بيها بس مجرد كلام يعني ماكو شيء رسمي. زين دائما المنتخب يسوق اللاعب للاحتراف صفا؟ اكيد المنتخب يعني تلعب وتحتك خارجين ويشوفوا كل الدول. الكل يشوفه. زين الموضوع مو هنا، الموضوع يعني اسئله الجمهور بدات تتوافد علينا البرنامج. الموضوع شنو كابتن؟ الموضوع انه صفا هادي يقولون بالتصفيات قبل التصفيات الكادر التدريب ما كان مقتنع هذه القناعه به، يعني قبل التصفيات بالمعسكر التدريب او قبل المعسكر التدريب كان ممكن اكو خيارات غيرك صح؟ لا حقهم مدربين حقهم، لان كنت مريت فتره يعني بدايه الموسم زين غير جيده اللي بالنسبه لي، اللي كانت تجربه يعني ما نجحت بها التجربه بالميناء. فاكيد كل المدربين يريدون لاعب يشرك بالمباراه الدوري يكون لاعب اساسي لكي يشركوا بالمنتخب ويدعوا للمنتخب. اكيد منتخب فتره دائما احنا بالعراق فتره اعدادنا تكون قصيره. يعني المدرب لازم يكون يجيب لاعب جاهز للمنتخب. انت كنت لاعب جاهز قبل المنتخب لو المنتخب جهزك صفا؟ لا كنت لاعب جاهز بين المرحلتين، انتقلت للزوره جهزت للمنتخب. منو جهزك؟ الزوره؟ الزوره. زين زين محتفظ بصور المنتخب الاولمبي؟ اكيد. ايش محتفظ بكم صوره؟ يعني كم صوره محتفظ بي. كم صوره بتمسحها؟ اكيد ما امسح ابد. ابد شوفت من اصدقائك؟ لا بس انا محتفظ بيهم بالتليفون. ما قلت لهم هاي يجي ضغط هذا لاعب السعودي دفعته تضربته باكسي؟ لا مو بس محتفظ بيهم بالتليفون. محتفظ بيهم اي، فكل العالم شافت، كل العالم شافت الاداء فتعرف كل الشغلات. ها نعرف. زين يعني ما سولفت لاصدقائك عن هذه الصوره لو تضرب هذه الصوره ايش سويت؟ ما قلت لهم؟ لا 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 ما سولف. لا هاي شو دزول رسائل يقول صفاو صفاو موتني. لا لا شيء هذا خطا. خطا؟ خطا. زين يلا خلينا نشوف الصور اللي نبدا من بدايه حياتك. صوره الاخرى هذه الصوره في منتخب البراعم. اي منتخب اول اي منتخب ما اعرف ما اتذكر يا سنه بس. زين بس منتخب براعم. انت كل سنه بمنتخب؟ اي كل سنه بالمنتخب، وكل سنه انا لاعب اساسي يعني لحد منتخب شباب، لحد منتخب ناشئين كنت كابتن. نعم. منتخب شباب لا، منتخب اولمبي لا. منتخب اولمبي لا اي تعرف يعني تلقى يعني لاعبين قبلك اي قبلي، فمنتخب اشبال منتخب براعم ناشئين انا كابتن. زين هاي منتخب الاشبال وين؟ وهذا الكاس شنو اللي بيدك؟ هذا الكاس مشتري من حافظ القاضي جابه وياك؟ صدق والله شنو هذا الكاس؟ لا كانت يعني مباراه وديه وحصلنا على الكاس. مباراه وديه ويا منو؟ ما اتذكر يعني قديمه. قديمه زين. انت ذاكرتك مو تمام. اي ذاكرتي انت لان انت هاي لاقيها هاي مو. ها زين مسحت عندي. هاي الصوره ما اعرف وين، ما انا ما اعرفها دزولي اياها، قال اسال عن منتخب البراعم طلعت مباراه وديه وماخذ بيها كاس. يلا خلينا منتخب البراعم بعيده، شوف الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها شوفها. هذه صوره مع منتخب الاشبال. منتخب اشبال في قطر. انت كابتن؟ اي كابتن. هذا وين؟ باللجان الفنيه؟ ملعب اللجان الفنيه مو؟ اللجان الفنيه بقطر بالدوحه. بالدوحه. انت كابتن؟ ايه. منتخب الاشبال، من كان مدرب؟ طالب شلوب. طالب شلوب، كنت مع طالب شلوب. اي منتخب براعم منتخب اشبال تصفيات اسيا للناشئين مع كابتن طالب. ها ويا كابتن طالب. زين. ايش تتذكر من هاي الصوره؟ ايش تتذكر من هاي البطوله؟ منو كان وياك من اللاعبين؟ اللاعبين كانوا جيدين، لكن مع الاسف يعني كل مرور منتخب يعني يروحون بعض اللاعبين ويجون بعض اللاعبين جدد يعني، فقليل بقوا لحد الان يلعبون. قليل من عندهم؟ ايه قليل. منو بقى وياك بالمنتخب؟ منو وصل وياك المنتخب الاولمبي؟ لحد الان لا. بس انت؟ ما حد وصل. ليش انت استمريت وما ما؟ توفيق من رب العالمين. قضية توفيقات لو قضية استمرار بالتدريب والمحافظة والنوم، انت وين ساعتنا؟ يعني مرات الساعة 12 أقل 12 أي 12 11 ونص يعني أغلب شيء. زين أنت يعني قررت أنت تكون يعني لاعب كرة قدم خلاص؟ هي أكيد لأن هذا عملي. عملك بديت عمل. تنام ب 12 وصلت للمنتخبات الأولمبية. أكيد هذا عملي. تتدرب جيد مو؟ أكيد أنت تكون لاعب محترف جيد، تكون لاعب كرة قدم جيد، لازم تحافظ في غذائك في نومك
وفي تدريباتك وتبقى انت مستواك داخل الملعب هو اللي اهلك تكون لاعب محترف. زين انا يعني بديت امشي وياك بسرعه بصور المنتخبات لان عندنا كلام طويل وياك يخص يعني يخص حياتك بالدوري وكذا. الصوره القادمه شو تقول؟ تقول انت في منتخب ناشئين هذه مع ضد المنتخب السعودي وايضا كابتن فريق. اي في قطر نهائي غرب اسيا. هاي نهائي غرب اسيا. غرب اسيا. انت كنت كابتن فريق؟ اي كابتن فريق مع الكابتن قحطان كثير. قحطان كثير. وجه تحيه الكابتن طالب وكابتن قحطان. المدربين ضافوا فت شيء للاعب صفا. اللاعب صفا هذا. زين هذه ضد المنتخب السعودي، ايش قد انتهت المباراة؟ 2-0. 2-0 من سجل؟ سجل امير صباح وسجاد جاسم. سجاد جاسم اللي هسه بكربلاء. كربلاء. وامير صباح اللي بنفط الوسط. بنفط الوسط. ممكن يكونوا بالمنتخبات الوطنية؟ اي ممكن لان لاعبين جيدين. امير صباح؟ اي وسجاد جاسم. وسجاد جاسم. سجاد جاسم خفت بريقه كابتن. تعرف يعني كان بالطلبة موسم لعب وكان جيد، بعدها يعني كان لاعب احتياط، نوب بعدها رجع يعني ما مستمر يعني لعب بشكل اساسي. اها. ما لعب بشكل اساسي؟ اي لا ما لعب يعني بشكل. الاستمرار باللعب يخدم اللاعب ها؟ اكيد طبعا، انت تلعب كل ما تلعب دوري اساسي كل سنه اساسي اكيد ترتفع قيمتك، ترتفع ثقتك بنفسك، توصل منتخب. زين. اكيد. ها انت يقولون بامانه بغداد احمد خلف هواي اشركك لاعب اساسي، كان يتوقع انه انت تكون يعني نجم بالمستقبل او كان يشوف فيك لمسه، يعني لعبت على حساب لاعبين اخرين، شنو صحه هذا الكلام؟ هي اكيد كابتن احمد هو اول مدرب يعني اشركني يمكن بالدوري النخبه. كنت لاعب من شباب يعني مباراه مع الفريق الاول. زين. وهو المدرب يعني كلم المدرب نادي شباب صفا لازم يجي يوقع ولازم يلتحق بالفريق الاول. لعبت في الفريق الاول، انت فئات عمريه وين لعبت؟ انا قلت لك منتخب اكثر شيء انه بعدين بالفئات العمريه. إيه نادي بغداد شباب. نادي بغداد شباب. نادي بغداد شباب نادي. زين. لعبت بشكل اساسي وين؟ بالفريق الاول ببغداد. احمد خلف لعبك لو ثار احمد؟ ثار احمد يعني فتره قصيره وقت يعني يعني مرحله اعتقد هاي، بس بدوري النخبه اشركني كان دوري مجموعتين. اشركني كابتن احمد اخر مباريات مال دوري النخبه اشركني، والموسم اللي بعده لعبت الاساسي. لعبت اساسي الحمد لله. الموسم اللي بعده تاهلت للنخبه يمكن في بغداد؟ اي تاهلنا للنخبه. كنت لاعب اساسي في بغداد، ايش عجب ما بقيت؟ تعرف يعني صارت بعض الامور اللي هي يعني بعض الامور خلي الجمهور يعرف يعني ممكن. يعني امور يعني انا حبيت تكون مسؤوليه، تكون مسؤوليه مضاعفه علي على مود ابين يعني اكثر بعد. زين. اي مختاريت نادي الميناء، يعني نادي جماهيري اكيد له قاعده جماهيريه كبيره، جمهور مثقف، جمهور واعي، قدرت تنتقل المرحله لكن الحمد يعني ما نجحت بهاي المرحله وبعدها رحت للزوراء. لا انا احكي ليش طلعت من الميناء من بغداد؟ اختاريت يعني فريق مع احترامات نادي بغداد يعني مسؤوليه اكبر. ردت يعني تشوف نفسك. اي مسؤوليه اكبر. زين. اختبر نفسي. تختبر نفسك. اختبر نفسي. زين لو اتحدى مع يعني مع نفسي. زين ردت فريق جماهيري صفا؟ فريق اكيد فريق ميناء فريق جماهيري، لكن انا الظرف العائلي هو اللي خلاني انتقل. ها صح هذا حقك. بالمناسبه هاي التفاصيل انا يمكن عندي علم بها، تستحق ان تلعب بافضل فريق كابتن. الصوره القادمه راح نتحدث عنها. شوف الصوره الجايه دريسك وين؟ رقم 16 من ميناء. هذا دريسك مو؟ دريس. هذا مقعدك في نادي الميناء. صح؟ صح. وقعت للميناء ها؟ ايه. الميناء فريق كبير. اكيد. ولعبت ويا مباريات. اكيد لعبت وكان مدرب يعني من اشد المعجبين يعني يشركني كل المباريات اللي لعبنا اساسي، بعض مباريات يعني لعبني اخر مباريات لعبنا بديل.
يعني شوية صارت مشاكل وهاي. زين ليش رقم 16؟ شوف بالمنتخب 16، بالميناء 16، بغداد ايش قد؟ 35؟ اي 35. 35 ببغداد بس انت 16 بالمنتخب وبالميناء 16. ليش 16؟ لان عم عدنان كان يلبس 16. شو منو؟ عدنان عبد الله. عمك عدنان عبد الله لاعب؟ اي لاعب. عمك عدنان عبد الله وين كان يلعب؟ يعني زمن الفات كان يلعب بالكهرباء. بالكهرباء كان يلعب نادي الكهرباء رقم 16. اي رقم 16. زين هو اختار رقم 16 لو انت اختاريته؟ لا انا اختاريته من يمه. زين الا صح فضل عليك؟ اكيد طبعا. هو اخذك يعني خلاك تلعب كره قدم؟ اكيد يعني تعرف انت من تكون صغير يعني ما يعرفون اهلك يعني كره القدم فد شيء واحتراف او توصل لمرحله انديه ما كان يعرف لين ابوي ما كان رياضي يعني ما كان رياضي او يعني كانوا يعني دراسه على طول دراسه لازم صفات تدرس لازم توصل مرحله بالدراسه ابوك اي لازم توصل مرحله بالدراسه كره القدم ما تستفاد كره لازم تدرس فعمي هو اكيد خبره وفي هذا المجال فكان داعم لي الاول زين كان يعني شو وقت شافك بك موهبه من انا صغير من انت صغير بين من موهوب بالفرع كنت تراوخهم اي بالفرع صدق بين موهوب بالفرع افضلهم افضل موجودين اي يعني كنت انا يعني شلون مدرب مال الفريق مدرب الفريق اي يعني كابتن انا انت من انت صغير انت كابتن ايه. عندك اشاره كابتن اكيد بالفرع ايه تقرا نشيد الوطني شيء لا لا ما تقرا نشيد بس كنت بالفرع. بس كنت بالفرع كنت مميز اي مميز ذاك فقط عمك شافك لو الباقين لا يعني تعرف داخل المنطقه يعني كلهم يعرفون هو صفاء يعني لاعب مميز من هو صغير من انت صغير من انت تجمع الاطفال بعمرك ايه بعمري وانا اسوي مباريات وهي غير منطقه زين واخذهم عندك محترفين بالفرع تجيب من الفرع الثاني ممكن تجيب محترفين لو انت تروح محترف للفرع الثاني لا احنا نروح محترفين نروح نفوز ونجي اقوى عقد ايش قد لفه وبسها موقع يقولون بالفرق الشعبي والله انا سامع يقولون بالفرق الشعبي حتى الكبار انه ياخذوهم تروح يلعب مقابل ثمن صح؟ اي صح ايش قد؟ يعني كانت يقول لك رصيده بالخمسه تجي لك رصيده بالخمسه انت صغير يعني انت صغير رصيده بالخمسه تروح تلعب يعني احنا نحب هاي نحب يعني كره القدم زين اذا ما يطولك يمكن انت تلعب حتى بلاش بلاش نلعب الصبح نلعب الظهر ونلعب بالليل زين ايش تتذكر؟ شو اسم فريقكم الشعبي؟ مو فريق شعبي يعني انت انت انا يعني عندنا مجموعه داخل مدينه الصدر داخل مدينه الصدر ايه زين بالفرع يعني انت منظمهم عندكم دراسات وعندكم ايه كذا تفصال كانت تفصال شنو لون دريسكم؟ كان ابيض شو عجب ابيض؟ لون حلو الابيض ها لون حلو الابيض زين لو تموت ما اقول لك شيء على الزهراء هسه ممكن دريسكم ما كان ابيض بس انت لوتي يعني تقول لا لون دريس ابيض ابيض الابيض حلو الابيض حلو زين عجيب عاجبك الابيض ايه يعني انا اكثر شيء البس ابيض زين راح اليوم لابس ازرق انت يعني عاد ماكو مشكله ها ممكن يعني تلبس ازرق ممكن تستمر مع الازرق لو ترجع تلبس ابيض بالبيت ابيض حلو باقي على ابيض لا ان شاء الله ماكو زين مو تلعب بالميناء لابس 16 وازرق عادي ماكو مشكله يعني. ماكو مشكله شوف الصوره الجايه 16 وازرق بالميناء بس ضايج مو ضايج باي الصوره هي. ليش ضايج؟ هاي بعدنا بعد يوم مباراة وعلي من تباوع هاي اعتقد مباراة النفط مباراة النفط النفط فزت 1-0 فزنا 1-0 بالباص زين ضايج مو؟ بهاي الجزمة؟ اي ضايج كنت على شنو؟ يعني كلمتك قلت لك يعني كانت تجربة ما ناجحة يعني شوي بها صعوبات كانت تجربة بها صعوبات والله زين والله يا صفاء يعني تجربه كل اللاعبين يتمنون يلعبون للميناء خليك اكيد اكيد هسان لو لاعب تقول يلعب للميناء اقول لك العب للميناء اكيد انا ما انا ليش اختاريت الميناء زين يعني بعد موسم مي بغداد كنت جيد ومباراه شركه اساسي يعني دزوا علي بعض الانديه يعني دزوا علي انديه من جماهيريه في بغداد زين لكن انا اختاريت الميناء اختاريت أنا الميناء منو لين شفت مدرب اجنبي يعني مدرب اجنبي جمهور كل شيء متوفر داخل الميناء يعني خارج الميناء كل شيء متوفر بس داخل النادي شوي يعني صعبه زين هذا البصره تايم سكوير هذا المول صاحب فضل علي شنو هذا المول شبيه
صح فضل عليه. هذا المول صح فضل عليك؟ شنو صح فضل عليك؟ ان سهل لي فد شيء يعني. ايش سهل لك؟ ممكن خلي شوف شلون تحكي والله نرجع نسولف وياك. ايه هذا المول بشنو صح فضل عليك صفاء؟ سهل لي مهمه مال الاستغناء. سهل لك مهمه الاستغناء؟ اي لان كانوا ما ينطون استغناء، فبعد المباراه ذهبت للمول. ايه بعد المباراه ذهبت للمول. إيه؟ خلي يكون يعرف الجمهور انا طلعت وياكم، انا واحد من انا وياكم على الله. إيه؟ ليش طلعت للمول صفاء؟ اكيد يعني انت لاعب يعني خلصت مباراه تستمر بحياتك طبيعي. حياتك الطبيعيه لازم تغير، لان انت تعرف انت مباريات دوري ممكن تعوض مباراه لا ممكن تعوض عندك اثنين مرحلتين زين. تقدر تعوض المرحله الثانيه بالمناسبه لعبه وضد الميناء لعب ضد نفط الجنوب وانتهت المباراه بالتعادل السلبي يمكن مو ايه مباراه ممتازه انتهت التعادل زي. يعني اكيد لازم تمارس حياتك الطبيعيه خلاص انتهت المباراه خلاص كل شيء وياها انت لازم تعيد نفسك وتعيد نفسيا تجهز المباراه الاخر فعادي ماكو عادي طيب الاداره استغنت عن خدماتك انت وعلي محمد على الله بعد هاي الحادثه انا بالنسبه لي اتكلم ايه يعني انا كنت يعني طالب استغناء طالب استغناء والكل النادي يعرف كل الناس تعرف كل الفريق انت كنت ناوي ترجع ايش قد؟ اني 40 مليون 30 كنت ناوي ترجع 30 مليون حتى يعطوك استغناء يعطون استغناء يعني حتى تروح ماي الماخذين على مود هذا تروح للزوراء اي انا متفق مع الزوراء متفق ويا الزوراء اجتك هذه الطلعه طلعوك انت عشت الدور مال الفقير الحمد لله مو؟ الحمد لله من جانبه اجتك من جانبه زين انا طلعتك للمول المفروض بيك انت بدل ما تفتح 15 تنطيني من نص المو ما يخالف؟ اي تدل ما يخالف عادي مو هاي انت هسه قدام الجمهور انت ب 30 ما انطوك استغناء طلعناك للمول انا وعلي محمد على الله جاك الاستغناء بلاش فهذا صح فضل عليك المول؟ اكيد طبعا انت تعرف انت بوقت الاستغناء كل يوم اتكلم وياهم كل يوم اتكلم ويا مدير تتكلم ويا منو؟ ويا علي فاضل؟ اي ويا مدير الفريق ويا رئيس النادي يعني نص ساعه اكثر يعني قبل الانتقالات تقريبا بشهر والله اي انا زين انت ليش تطلع؟ شو واجهت وايد صعوبات من هي الصعوبات؟ صعوبات يعني واجهت بالميناء اي داخل النادي داخل النادي اي اها يعني مثلا هاي الصعوبات شنو؟ ما كنت تلعب؟ لا كنت العب لاعب اساسي بالعكس مدرب يعني كان يحب يعني اتوقع جيت من منتخب شباب يعني جيت اليوم ثاني يوم لعبنا شركنا مباراه اساسي هي شركنا مباراة وكان من العلم لاعبين يعني لاعبين من ذهبة المنتخب كان لاعبين أداهم جيد ومنسجمين مع بعض زين ويلعبون مع بعض ولعبنا حتى بغير مركز لعبنا زي. أساسي بالعكس أنا مدرب يعني مدرب جيد و إيوان مارين إيه وضاف الكثير مدرب إيوان مارين إيه زين ليش طلعوه إيوان مارين؟ ما أعرف بناء على رغبة الجمهور كابتن لو الإدارة لو شنو؟ هو كنتاج كنتاج كل زينه ونتائج طيبه طيب ليش طلعوه ما اعرف مدرب جيد انت مدرب جيد جدا اها زين جمهور الميناء يقول ممكن ترجع الميناء لا مو صعبه صعبه علي يعني بعد ما اطلع من بغداد ما تطلع من بغداد ما تطلع ما تروح الميناء ابد يعني صعبه بعد يعني ما اطلع من بغداد منو اللي خطا وياك الجمهور ولا الاداره لا 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 انا كجمهور أنا لحد الآن أتواصل ويا الجمهور. والله. يعني لحد الآن علاقتي طيبة ويا الجمهور. زين. قلت لك يعني جمهور مثالي بالدوري العراقي. زين. يعني من الجماهير المثالية بالدوري العراقي. زين. لكن داخل النادي يعني داخل النادي. وضح لي أكثر والله ما جاي أفهمك، داخل النادي شنو يعني؟ داخل النادي أنت كأجواء يعني لاعبين كأجواء خارجية مثالية بشكل خارج بشكل مو طبيعي. ها تقصد جمهور ممتاز. كجمهور كل شيء متوفر زين. للنادي احتراف. زين. داخل النادي داخل الفريق داخل الفريق اكو مشكله بينك وبين اللاعبين داخل الفريق بعض اللاعبين بعض اللاعبين ايش فيهم بعض اللاعبين احكي لي والله اريد اسمع بعض اللاعبين الله يوفقهم اوكي اي مشكله انا ما عندي اي مشكله انت ما عندك مشكله الله يوفقهم زين عندك مشكله ويا علي حصني لا بالعكس انا اتمنى لهم التوفيق بس تعاملهم كان صعب ويانا يعني وخاصه خارج البصره يعني لاعبين وخاصه احنا من بغداد زين خلينا اشوف انت ايش فيهم لاعبين بغداد احكي لي اي يعني كان تعاملهم ويانا صعب جدا. ها ليش؟ انت جاي لاعب محترف. لا صعب. زين ما هو بقى ابراهيم كامل بالفريق، بقى اوميجا بالفريق. صح كان اوميجا ما يعني ما شرك
المرحله الاولى يعني قليل، وتعرف هاي مال استغناء تاخذ صعب، صعب تاخذ صعب من تاخذ استغناء من السابع المساء. وكان مدرب، المدرب هو زين اوميجل طالع بالموت يعني المدرب قبل لا نطلع احنا جلس ويانا، قال اجتماع ورا لعبه نفط الجنوب زين، اجتماع كل الفريق، قال انا كل الفريق رايدكم، وكل الفريق انا محتاجكم للمرحله الجايه، لان مرحله صعبه ومباراه صعبه، كلكم محتاجكم زين، بس الما له رغبه يعني انا ما اقدر اوقف بوش، قلل الما له رغبه بالفريق، الما لا مو خلي يطلع، قال هو الما له رغبه يعني وما يقدر يكمل، فهو هو يعني حر نفسه زين يعني يقدر يطلع. قال بس انا كل اللاعبين رايدكم، وكل اللاعبين انا محتفظ بيكم والله وخلص وخلص يعني. هذا الاجتماع بعد زين. المباراه زين انت تقول ما اعرف يعني الاعلام، ما اعرف يعني اي اعلام، ما اعرف بعض الاعلام طلعت يعني الميناء استغنى عن اللاعب صفاهاد، هالشيء كله خطا. انت كنت، انا اعرف انت كنت، انا لحد الان متحفظ، اول يمكن اول مره احكي هالشيء، اول مره احكي العالم تنطج شنو السبب، رغم يعني انظلمت قسوا علي الاعلام بشكل مو طبيعي يعني صفاء ابعاد نادي العالم، الاعلام يعني تحكي شنو الحقيقه انتقلت من الاداره للاعلام زين، يعني هم صوت بالاداره مو بالاعلام، صوت بالاداره لما طلعوكم ما قالوكم يابا نمتص غضب الجمهور مثلا، نرجعكم باكر كذا، يقولون انت وعلي محمد على الله بنفس اليوم بالليل قالوكم احنا استغنينا عنكم، صعدت سيارات وجيتوا صح؟ ساعدنا يعني بعد فتره يعني يمكن يعني رادونا نرجع ايه؟ المدرب يعني احتاج لاعبين رادنا نرجع بس انا متفق كنت مع الزهراء ومخلص كل شيء الزهراء، فحتى قبل الاجتماع تكلمنا جليل حنون قال صفاء خلاص انت كلش يعني مقتنع تريد تطلع يعني ما عندك تعرف انت يعني قبل الحادثه مال المول ها يعني قافلين يعني بشكل مو طبيعي ما يطوكس انسى والله العظيم يعني بالحرف الواحد جليل كلمني قال اريد مين نجيب واحد مثلك، اريد واحد مثل صفاء على مود احنا نطي. فبعد بعد الاجتماع يعني تحس الاداره شويه ضعفت ضعفت، صار القرار يعني مو بارادتهم يعني منو قرر الجمهور ما اعرف يعني بعد لا جمهور قلت لك عن جمهور كان وياي يعني بالعكس الجمهور زين ذا الاداره ضعفت منو اللي ضعف صفاء ما اعرف يعني بعد يعني جوز مو يعني ما اعرف يا الضعف اجاني فانا تفاجأت من كلامي قال لي يعني صفاء انت لحد الان انت رايد استغناء لحد الان انت يعني كلامه خلاص قلت له خلاص انا رايد استغناء قال لي ما رجع فلوس ترى قال لي انا خلاص ها هي يعني اقول بالاجتماع قلت له اوكي كابتن بعد الاجتماع بالاعلام كاتبين بعاص صفاء هذه فانا لعدم احترام قميص الفريق هو هذا اللي حتى بالمحضر الاجتماع ابعاد اللاعبين صفاء هادي وعلي محمد على الله لعدم احترام قميص الفريق انتوا عارفين المباراه خلصت المباراه خسرانين طالعين لا هاي ثقافه غير صحيحه بالعكس هاي خطا اكبر خطا اللاعب يعني حياته طبيعيه زين يعني خلصت المباراه انا هم انسان زين انسان يعني بعد المباراه صح كنا نضوج يعني الجمهور انت محب للنادي نعم انا احب النادي وهذا يقولون هذا تصير كارثه بالملعب صح؟ صح احنا قبل المباراه يعني صارت يعني الجمهور نزل بالملعب والله ممكن يعني انت حادث كلش كبير ممكن حادث كبير يقولون انت بالمباراه المدرب من دار عليك خاتل ما تريد تلعب صح؟ صح والله عنه هذا اخر مباراتين ما تريد تلعب انا اخر فتره ما تلعب ليش ما تريد تلعب؟ يعني بس تنتهي الفتره مال تبدا فتره الانتقالات يعني حسيت نفسي يعني بعد ما اقدر انطي ما اقدر يعني حتى الثقه بنفسي قلت قلت له هنا خلاص صفا لازم انتقل غير فريق ولازم ابدي وابدي بقوه وارجع مثل معاني ما احب يعني تدري ايش يقولون؟ يقولون انت قايل اول ما طالع بملعب الشعب المباراه الاولى مع الزوراء قايل من ارجع الا اروح منتخب وطني من الزوراء اقول لك اللي قايل منو؟ الواحد من اللاعبين اصدقائك بالزوراء اذا تلح عليه اقول لك منو ما اقول لك خليها صح قايل هيك شيء اكيد انت اكيد انا
طموحه قلت لك انا لو ادور يعني فلوس وادور يعني انبقت يعني بالميناء وماكو اي مشكله واستلم فلوسي وخلاص ما بس انا قلت لك يعني انا اهم شيء مستوى زين اهم شيء مستوى يعني حسيت بنفسي بعد ما اقدر يعني وصلت مرحله ما اقدر اتمرن يعني كلش يعني وصلت مرحله ما اقدر اتمرن فقلت خلاص انا انسحب اتمنى لهم التوفيق رغم يعني كانوا قاسين علينا بشكل مو طبيعي زين فقلت اتمنى لهم التوفيق ليش نصطدم وياهم فريق ولا محبينه ولا جماهيره فنتمنى لهم التوفيق واحنا نطلع الغير نادي ممكن رب العالمين يوفقنا الحمد لله رحت الغير نادي الله وفقني واكيد ما يعني الزورة فريق كبير الزورة فريق كبير يقولون كل ما تروح البصرة تروح للمول اروح ازوره مو صدق هو قفال مكان بس بكيف يعني ها هذا واحد يعطيك صورة طبعا. لا عادي كلش طبيعي كلش طبيعي كلش طبيعي والله فري فري هي بالزورة لا فري بالزورة فري فري يعني ايش اللي ضغط عنكم الزورة اكيد طبعا والله عم زين اكيد نادي الزورة فريق كبير ها اكيد الزورة يعني ممكن تحقق لقب دوري وياهم تتوقع اكيد طبعا ممكن لا اكيد زين ان شاء الله الموسم الله زائد اذا انطوك فلوس زينه نادي ثاني صعبه اذا انديه الدوري جميل اكيد انت تعرف الاحتراف يختلف الاحتراف كل الجمهور وكل الاداره زين. كل الناس المحيطين بك كيفوا لك انت زين. احترف خارج العالم زين وذا بالكويت عشان المعلومات اي وذا بالكويت ممكن نشوفك بالكويت ممكن 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 اكو شيء رسمي من الكويت يعني هم قلت لك يعني مثل السعودي يعني مثل السعودي ماكو شيء رسمي كلام كلام يعني مجرد كلام بعد زين هسه بالكويت ودور جميل خليهم اكو من الجوية كلام انت وحسين علي وعلاء اكيد لي الشرف يعني مثلا مثل يعني عندي مثل الجوية مثل الشرطة مثل الطلبة اكيد عندي كبيرة ولا قاعدة جماهيرية لكن يعني اضحك اضحك انا السؤال كان واضح هي كل الاحسان ذا تسالني تتمنى تمثل انديه جماهيريه والله اجاوب نفس اجابتك والله الجويه والزراء والشرطه كلهم انديه جماهيريه كبيره اتمنى امثلهم ان شاء الله وكذا انا كان سؤال واضح انت وعلاء وحسين علي مطلب او هدف باسم قاسم اكو شيء رسمي أنا البارحة عرفت الخبر يعني. ها أنت عرفت الخبر البارحة؟ عرفت الخبر. إذا عندك معلومة، مو أنا شنو؟ بصراحة صفار. أنا أريد أعرف المعلومة عندك هي؟ هي المعلومة عندي. زين، أكو واحد متصل بيك؟ لا. ماكو واحد متصل بيك، زين. من قلت لك أنت وعلاء وحسين علي وأنتوا صرتوا هدف باسم قاسم، ضحكت. مو؟ تشترط على الجو يا بابا وقع لكم بس نلبس ابيض مو زين شوف ما تقدر تعلق انت تحب جمهور الزوره اكيد طبعا والله والله العظيم لو انا العب للزوره لو انا العب للزوره اغازين 24 ساعه شوكت ما اطلع هناك كلام ثاني اكيد طبعا فذلك من حقك انه شد تمتنع عن الاجابه امتنع بس مرات يقولون جمهور الجويه سيقول لك السكوت علامه الرضا يخلص البرنامج يقولون صفاء قريب من الجوية ها لك اكيد قلت لك يعني كنا يعني نحب اي لاعب يتمنى يعني مثلا يمثل هاي الانديه زين تعرف الجوية فريق كبير زين وتاريخ وبطولات وهاي بس يعني تعرف انت اللي يلعب بالزوراء زوراء يعني زعيم الله الله هي زعيم الله يعني على المهم خلاص يقولون انت الصورة الجاية يقولون انت كلش تحب كرة السلة شوف على المدرجات علي محمد على الله صفا واوميجي هاي هنا متفاعل مو؟ احب كرة السلة تحب كرة السلة؟ اي بعد كرة قدم احب امارس كرة السلة عندك 3 بوينت؟ عندك 3 نقاط مسجل 3 نقاط بحياتك؟ لا يعني ممكن يعني منسافر هاي امارس هاي اللعبة حلو بس ترى ده واحد طويل انت قصير لا ماكو مشكلة عادي زين يصير اشيلك هيجو تخيل الباسكت يصير؟ الباسكت ما يصير كرة السلة بقانون كرة السلة يصير واحد يشيل واحد ويخلي الباسكت لو ما يصير ما يعني قلت لك بس احب اتفرج كرة السلة واحب امارسها يعني ها زين هذه كنت تشوفون الميناء ها
هي الميناء ونفط الجنوب بالبصرة. من طلعنا نغير جو شوي. غير جو. إيه لأن بالفندق على طول. على طول بالفندق. زين بغداد رايح مباراة كرة سلة؟ إيه قليلة. بعد يعني بعد المباراة مالتنا مع النادي يكون وقت فراغ مباراة كرة سلة يعني نروح الملعب. زين كريستيانو ونادال يروحون يشوفون ريال مدريد كرة سلة مو؟ إيه أكيد. شجع. ريال مدريد. مدريدي. لين أبيض. لا بس من صغيرة مدريد. من صغيرتها مدريد. شو تحب ريال مدريد؟ مودريتش؟ أكيد طبعا. ليش مودريتش؟ شلون رأسين قلت مودريتش؟ إيه ما أدري. أنت داخل ما تعرفت. زين لين لعب مركزك؟ يعني تعرف مودريتش يعني غنان تعرف. زين مودريتش موهوب. تشوفه شلون يتصرف بالكرة؟ شلون يتصرف تحت الضغط؟ أكيد أكيد كل يعني كل يوم أو كل فترة يعني أتفرج باليوتيوب. زين. يعني أتعلم منه. والله تتعلم من مودريتش اكيد اتعلم من كل زين ممكن نشوفك بنادي يعني مو نادي خليجي ممكن نشوف نادي اوروبي ممكن ان شاء الله اكيد هو طموح انا طموح ان شاء الله باوروبا طموحك باوروبا اكيد ان شاء الله طموح بأوروبا. ممكن هسه ممكن اللي يشوف البرنامج يقول شوف صفاء بعد يلعب لعبتي زين بالاولمبي لا 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 قال لك انا باوروبا لا لا يعني لعبتي هنا يعني منتخب هو لا انا طموح طموح داخلي ها طموح بداخلك انت لاعب اي طموح انا ما علي بالمباراه لاعب شلون كذا مباراه عادي انت من كنت بالفرع عندك طموح تصير لاعب اي انا من كنت صغير يعني اتمنى يعني اوصل مرحله تليق بي يعني اي حتى اتعب اتعب انا على نفسي اوصل مرحله احس نفسي يعني خلاص هاي اوكي زين شوف الصوره القادمه الصوره القادمه شو تقول زوراء زوراء من يلعب الزوراء مو يقولون وايد تحب هذه الجمهور اي اكيد حافظها لا مو يعني فد يطي نكهه جمهور الزمالك للملعب وللفريق جمهور الزمالك اول ما دخلت لاول مباراه لك مع الزوراء هاي مباراه الكرخ هذه اول مباراه اول مباراه 3-0 صح 3-0 من سجل صنعت هذا الاول مو اي صنعت العلام هاي من سجل علام هاوي علام هاوي صنعت هدف الحمد لله كانت بداية موفقة الحمد لله بديت صح ويا الزوراء الحمد لله بديت صح يعني زين الجمهور حبك ايه انت حبيت الجمهور اكيد هو الجمهور يحب اللاعب داخل الملعب تكون مميز تكون زين اكيد الجمهور يحبه زين. تخدم الفريق قد ما تخدم الفريق هو يحبك الجمهور عندك جماعة بالجمهور مداريهم بالكارتات لا ما مستحيل شو القضية مستحيل هون يعني هذا كذاب كذاب هذا كذاب اكيد زين يعني عندك اصدقائك بالجمهور يسوقونك يعني لا 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 مو زين لا يخالف بدولك ابد 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 مستواي هو اللي يسوقني مستواك ويسوقني هو يسوقني للكل زين مختلف الزوره مو اكيد طبعا مختلف الزوره بعد يعني تعتبر نفسك تلعب يعني لاعب كره قدم لاعب كره يعني ما احترامات للانديه بس زوره فتشي زين والله العظيم هذا الكلام كل لاعبين الزوراء كل اللاعبين يقول لك ما تحس نفسك لاعب طوب ولا ملعب الزوراء صحيح صحيح بالفعل بالفعل حسيت بها الزوراء صحيح اكيد زين الزوراء ب100 وانا جبت فريق من شراز 200 زوراء 200 ما تجي زوراء 250 لا زوراء 300 300 اتوقع زوراء يا مش قلت تبيع الزوراء ما بيع الزوراء ما تبيع الزوراء ابد ابد والله عم زين ولا 400 أنت تعرف يعني بيك مجال والله لا 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 أربعمية لا لا هاي 400 واكو لا أقل خالص زين الله يا شوف اللقطة القادمة اللقطة القادمة تقول كأس الاتحاد الآسيوي مع أمهر لاعبي الدوري بشار الأسد بشار واحد من أمهر اللاعبين يعني التحام بدني دائما بالالتحامات البدنية أنت متفوق على الجميع مو؟ إيه الحمد لله تمرن الحديد؟ إيه دائما أتمرن دائما تمرن حديد اي دائما اتمرن الصبح يعني اتمرن تمارين قوه اكيد اكيد توقفك بالملعب توقفك بالملعب اي توقف بالملعب زين حتى يقول لك يعني تبعد عنك الاصابه اكيد طبعا هي تخليك يعني مثلا اطول فتره تلعب اطول فتره اي يعني اذا ما تحافظ على نفسك تتمرن تمارين اضافيه ما زي. تقدر من يقدم لك نصائح هاي نصائح منين سمعت انت تعلمتها لو شنو انت تعلمت اكثر شيء من اللاعب الاكوتي أكوتي ضاف له هو أكوتي المحترف ضاف مع الميناء اي ضاف له ايش قال لك أكوتي ضاف له كثير يعني انا بنفس الغرفه اي بنفس الشابون هناك اي بنفس الغرفه مناسبه له شويه يعني
يعني الشعر نفسه لو شوي صبغك اسمر صار اسود. كوتي. ايه لا اكيد ضاف لي يعني لاعب بالفعل محترف، محترف يعني مطوق الاحتراف 100%. شلون بالله علمنا والله يعني بكل شيء، مثلا بكلامه بتصرفاته زين. هو مستواه. يحكي، هو يحكي فرنسي مو؟ لا لا يحكي مصري، لان مصري تعرف لعب بالاهلي المصري. زين هو يلبس بنطلونات حمر صح؟ هو ستايل افريقي بعد. اي نعم. كل شلون ايش علمك بالاحتراف؟ علمني يعني علمني هواي هواي شغلات علمني. مثلا قول لي بس قضيه الاكل والنوم والكذا. اي اكل ونوم يعني كنت ما اعرف يعني انام يعني بس بالليل. ها هو لا بالعكس يعني بعد الفطور ينام. يعني يخلي جسمه دائما ريلاكس، دائما مرتاح. زين. يروح للتمرين ينطي. اها. ينطي هواي بالتمرين. زين. تحس عضلته مرتاحه، تحس هو نشط، تحس فريش. زين. يعني ينام اكثر شيء يعني مهتم كرة قدم. زين. يعني لاعب كرة قدم شغله كرة قدم. يقول شغله كرة قدم. زين. لازم اكرس حياتي هواي كلها كرة قدم. زين. يقولون هو مشتري بيت بمليونين دولار ما ادري بايش. هذا تعبه، يستاهل. 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 يقولون انت مشتري بيت لاهلك. اي الحمد لله. هذا يعني حسيت قدمت لهم شيء. هي اكيد تعرف يعني شقد منهم يعني ما جازيهم. ما جازيهم. ما جازيهم. والله واحد امير الزوراء وواحد ثاني كاتب كمل البيت لو بعده. اي الحمد لله اليوم كمل. اليوم كمل؟ اي اليوم. والله عم احنا فال خير عليك لعد. اليوم كمل البيت. اي. وقعدتوا بيه؟ الحمد لله. موفقين ان شاء الله. شو نجيب لك هديه؟ البرنامج شو نجيب لك هديه؟ اريد سلامتكم. واحنا نريد سلامتك. زين، الصورة القادمة شو تقول؟ شوف الصورة القادمة، الصورة القادمة مع مصطفى حسين في الزوراء، ها؟ مصطفى حسين في الزوراء، ايش بيه مصطفى حسين؟ مصطفى من اللاعبين الجيدين والموهوب، موهوب. مصطفى موهوب. مصطفى. زين. احكي لي عن مصطفى. بالميناء ولا دقيقة لعب. مصطفى. احكي لي عنه، أنت تضحك. ايش بيه مصطفى؟ لا بالعكس ما أضحك، أنا ضايج. ضايج عليه؟ إي ضايج عليه أكيد. ليش؟ لأن اللاعب يستحق كان يلعب، لاعب يستحق كان تنطيه فرصة بالميناء. اي يعني ليش ما انطى فرصة؟ اتأذى خطيته. ليش ما انطى فرصة؟ ما اعرف انا هاي يعني الشيء اللي مخليني يعني محتار بيه. يعني بالتمرين زين، بالمباريات ودية زين، يسجل يصنع، يعني تشوف المباراة يعني خارج التشكيل. يعني ما لعب مرحلة كاملة ما لعب، فالولد يعني تأذى نفسيا. تأذى، قلت لك احنا نلعب وتأذين نفسيا انه بعدين ما تلعب. الله يساعدك. يعني الله يساعدك. ايه. اجل الزوار. اجل الزوار خذ فرصته، ابدع، واليوم تشوفه قاعد يعني مباريات. يعني هو كثير من المباريات يلعب بشكل اساسي. زين. لعب مباراه نفط ميسان اساسي. اي مباراه نفط ميسان، مباراه الحسين، مباراه كثير من المباريات لعب اساس وكان جيد. زين. لا هو كان على فرقه اثنين كل. ايه. مع نفط ميسان لا. ايه. مع الحسين. ايه. سجل وصنع. صنع اثنين وسجل واحد يمكن. اي لعب اربع مباريات. اي لاعب جيد يعني بالزوراء ويلعب اساسي. تعرف المرحله الاولى يعني قاعد يعني. والله. اي. يعني مصطفى حسين من الناس اللي انظلموا بالميناء؟ اكيد انظلموا، ظلم كبير. والله زين، تتوقع جمهور الميناء حس بالندم لان انتم طلعتوا؟ متواصلين وياكم؟ اتواصل يعني متواصلين وياهم. شو يقولوا لك؟ يعني تواصل وياهم يعني اعتبرهم. شو يقولوا لك؟ ما يقولوا لك يابا احنا خسرناك احنا كذا؟ اي اكيد يكلمون هالكلام. يكلموك هالكلام؟ اي اي. منو يعني من عناصر الجمهور المعروفين لو شنو؟ لا يعني الناس هم كلهم تعرف يعني محبين للفريق. ايه محبين للفريق يعني يحبون الفريق من كل قلبهم. ها يحبون. زين اكو ناس ما تحب الفريق ممكن. ما اعرف يعني قلت لك يعني اكو مثلا يعني تحب يحب النادي من كل قلبه يعني يشوف اللاعب من يشوف اللاعب مثلا ينطب التمرين مجتهد لازم يساعدوه. زين. ايه يعني. ها زين ولذلك متواصلين وياكم. اي لا متواصلين الحمد لله. زين علاقتي طيبه بيهم. زين الصوره القادمه تمام من افسد الموضوع. الصورة القادمة شوفها. ايش بيه مازن فيها؟ خلص اصابعك مو؟ هاي ويكوريا. ويكوريا؟ كاساس كاساسيا بالبحرين. هاي بالبحرين انا على بالي الاولمبي. لا لا اسيا مال البحرين. ايش بيه مازن فيها؟ هاي نات عور باذنه؟ هاي تعور باذنه؟ اي لا لا اصابه يعني شقت اذنه. شقت اذنه كان انصاب باذنه صدق كذي مو؟ مازن فيها واحد من مواهبنا مو؟ اي موهوب مازن. موهوب. لاعب. جيد جدا. يقول انت دائما مغمض لعبه بالفراغ. هو تعرف يعني كل لاعب له ميزه، هو يحب يعني يحب المساحات. يحب مساحات. ايه. زين ممكن نشوفه ايه. منتخب وطني لو هذا مستواه خلاص. لا لا ممكن نشوفه منتخب وطني. ممكن نشوفه منتخب وطني. زين انت ممكن نشوفك منتخب وطني؟ ان شاء الله. اه شو وقت نشوفك منتخب وطني؟
ان شاء الله اللي عليه انا اقدم مستوى داخل الملعب، هو اكيد مستوى اذا اهن المنتخب الوطني فاكيد موجودين مدربين مثل كابتن باسم قاسم اكيد. هو زين باسم قاسم لما طلبك للجويه انت وعلاء وحسين علي، يعني مو هاي اشاره انه غازلك بالمنتخب الوطني؟ ما اعرف، هو مدرب منتخب وطني الان اكيد. احنا كنا كل لاعب طموحه يعني منتخب وطني زين، يعني يلعب المنتخب الوطني. ها زين. يعني عبد الغني الشهد يقولون شنو اضاف لك الكابتن؟ اضاف لي الكثير. شو اضاف لك؟ اضاف لي الكثير، مثلا اعطاك ثقه خاصه بقى يعني البطوله الاخيره. البطوله الاخيره تحكي وياك بشكل شخصي؟ اكيد. هو مدرب من نوع يعني ما يحب يجامل على حساب، كل مدرب يحب ما يحب يجامل على حساب عمله. وتعرف انت منتخب العراق مباريات مصيريه، وكان يعني مجموعتنا صعبه يعني مثل ما تعرف البحرين، السعوديه والبحرين، السعوديه والبحرين يعني فرق يعني تعتبر منافسه للمنتخب العراقي، وهي مجموعه ويتاهل منها واحد. فتكون صعبه يعني مباراه حساسه، مباراه يعني وقت الاستشفاء يكون قليل يعني يوم واحد. خمس ايام لعبت ثلاث مباريات. اي يعني لازم. وجيت لعبت بنفط ميسان. اي اياكم. الله يسعدك. لازم. زين، الصوره القادمه احنا بدينا نقترب من الختام، الصوره القادمه وين هاي كورنيش البحرين؟ مو كورنيش المنام. كريم دلي وامير صباح عفوا مازن فياض. كريم دلي وين؟ امير مصاب. امير مصاب؟ مصاب اخر يعني شيء انصاب بتايلاند. معسكر في تايلاند قبل البطوله بالسعوديه. وين صارت عنده اصابه؟ انصابه يعني بركبه. بركبه صح. كريم دلي. كريم في امانه بغداد. اي في امانه بغداد. ليش؟ الان بالطلبه. كريم دلي في الطلبه. انتقل المرحله الثانيه للطلبه. في الطلبه، ليش مو بالمنتخب كريم؟ ما اعرف، هي حسب يعني كل مدرب وله رايه، كل مدرب وله قناعته. خسرتوهم كابتن صفا؟ اكيد هم لاعبين جيدين. زين. احنا حتى ما يعني بدينا نقترب من الختام، الصوره القادمه شوفها النشيد الوطني. النشيد الوطني مو شو يعني لك النشيد الوطني كابتن؟ يعني كل شيء لي بالحياه والله. بدايه اول ما طلعون تقرا النشيد الوطني احساس تركيز، من تقرا النشيد الوطني خلص اكيد تمثل بلد بلد كامل ومسؤولية تكون البلد كامل يعني عليك يعني على المنتخب كله. فلا ما تريد تخطأ؟ أكيد طبعا. أبد طبعا أكيد. زين حتى نختم وياك كابتن صفا، طبعا آخر صورة شوفها، الصورة الأخيرة اللي هي دائما صورت فيها فرحة كأس، هذه كأس غرب آسيا وأنت كابتن الفريق وشايل الكأس. ها زين تتكرر هذه؟ ان شاء الله تكرر. تتوقع تكرر؟ ان شاء الله ان شاء الله بالصين ان شاء الله. بالصين تتكرر؟ ان شاء الله. ممكن تكون كابتن؟ ماكو فرقه، ما عنده مشكله. شنو مواصفات كابتن؟ اكيد لا اكون يعني قياده داخل الملعب، يكون بعد المدرب يحتاج مدرب داخل الملعب. ممكن تكون مدرب؟ ها ان شاء الله. مجرب صاير مدرب؟ قلت لك من كنت صغير بس انت كبير جوز تختلف. شلون تختلف؟ شنو يختلف؟ هاي تختلف اكيد. يجوك لاعبين محترفين، هاي تختلف. محترفين يحتاج لهم مزاج خاص مو؟ اي اكيد لازم تعامل خاص. فاجواء يعني خاصه. اجواء خاصه. زين. كابتن صفا شنو تريد اسالك بعد؟ والله اسال نفسك سؤال. اكو سؤال مسالتك؟ لا كلن سالت لي ولا واحد نسيته ولا كلن طلعته. كلن طلعته من صغير لحد الان. من انت صغير لحد الان. كابتن صفا شكرا جزيلا لك اليوم، كنت ضيف عزيز علينا وضيف لطيف جدا. مبروك التاهل، يا رب ان شاء الله نشوفك يعني مع المنتخب الوطني ومتاهل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك وشكرا لجميع متابعين قناه طليعه، واتمنى لهم يكونوا يعني كنا خفيفين الظل وحلقه ممتعه ان شاء الله. اما انتم احبتنا المشاهدين فشكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه. اجمل تحياتي انا امين شرات في الاعداد التقني، الى اللقاء.